عشان إجازة عيد الصعود، مدري عيد العصرنة. هذا القصر من قصور الملك فيلم. هذا القصر بنوه بعد عام 1813 لما سقط نابليون الأول، وجاء الملك فيلم واختاروا له قصر في الشتاء وقصر في الصيف. هذا قصر الشتاء للملك، وهذا التمثال للملك فيلم الأول. هذه حديقة أمامه، وهذا هو القصر. هذا أحد المعالم السياحية، بس الحين مغلق، يسمح الدخول فيه يمكن على بداية الشهر الجاي لما بيفتح المتاحف والقصور كلها. وهذا هو تمثال للملك فيلم. طبيعي كلهم، كل واحد يجي يسموه فيلم أو فيليام. هذه شجرة ضخمة تاريخية هنا كمان، حاطين عليها جلسات. الاستبلات طبيعي خلف القصر بنوها. هذا القصر من هنا. هذه خرائط للسياح عند كل المعالم، وين تروح وين تجي داخل مدينة لاهاي، يدلوك على كل الأماكن وين بالضبط. هذا الطريق ملكي لأنه فيه قصرين ملكيين، لذلك هم موضعين الإنارة على شكل تاج في وسط الشارع. هذا النصب التذكاري لانتصار هولندا على نابليون عام 1813 وطرد الاستعمار الفرنسي. وهذا هو فيلم الأول، هذا عملوه النصب هذا من عام 1813، وأول دستور لهولندا عمل. هذا من المعالم السياحية والآثار التي يحرص السياح على زيارتها في مدينة لاهاي دنهاخ. هذا الدوار يعني مشهور. هذه رموز فقط أنها حضرت أو أول حكومة في هولندا. هنا طبيعي أيام ما كان ما في كورونا وكذا، هذه هنا في مقاهي وفي أماكن، وهنا السياح تلاقيهم مزدحمين، لأن هذا يعني عمره تقريبا 200 سنة، من عام 1813 النصب هذا، تخليدا لانتصار هولندا على فرنسا. هذه الساحة. هذه قريبة من السنتروم، ما هي بعيد. هناك فوق فيليام أو ويليام الأول، هو رافع كمان راية النصر بيد الدستور، دستور هولندا. هناك في هذاك الاتجاه في البانوراما المسرحية، يعني بس هنا الحين مسكر حيفتحوا يمكن الأسبوع الجاي. تقدر تشوف المعركة حقت نابليون مع الهولنديين، الفرنسيين والهولنديين، لما الهولنديين تحرروا من الاستعمار الفرنسي في هذا الاتجاه البانوراما. ومن هنا سيدي على طول تروح البحر.
بهنا أكثر السفارات، هذه سفارة اليونان، وهذه السفارات الثانية الأرجنتين وفرنسا اللي قدامنا هناك. هذاك اللي هناك هو قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية. هذا قصر تاريخي تحول إلى محكمة العدل الدولية. هذا عندنا هنا في دنهاخ لاهاي، هذه المحكمة اللي حاكموا فيها مجرمين الحرب وقتلة الكبار والرؤساء في العالم في هذه المحكمة. هذا نصب تذكاري كمان لحرب 1945-45، الحرب العالمية الثانية اللي انتهت بهزيمة الألمان. كانت الذكرى قبل أسبوعين أو شهر تقريبا، وجابوا بوكات الورد والهذا للذكرى عند المحكمة العدل الدولية. الحين طبيعي مسكر، والله هو متحف أنا قد جيت قبل كذا، تمام. تقدر تدخل داخل ب20 يورو وتطلع على المحكمة العدل الدولية من داخل وعلى هذا القصر. وهذا هنا أول شيء المدخل، بعدين دخلوك داخل تشوفها تتفرج عليها. هنا كاتبين كلمة السلام بكل لغات العالم، سلام وأمن. هنا باللغة العربية أمن، وهنا مكتوب سلام كل اللغات. هذا هو القصر. اليوم شمس ما شاء الله، درجة حرارة واصلة عندنا يمكن 26 أو أكثر. طبيعي هذه من أهم المعالم السياحية اللي لازم الواحد لا جاء هولندا وهو مهتم بهذه المعالم السياحية المهمة، والمعلم البارز في العالم اللي هي محكمة العدل الدولية، اللي إن شاء الله بإذن الله بنجيب كثير من المجرمين هنا بإذن الله ونحاكمهم. وهذا جانب من محكمة العدل الدولية قصر السلام. هذه غابة مدينة دنهاخ، راح نشوفها الحين. هنا في هولندا في كل مدينة لازم يعملوا أكثر من حديقة وغابة، يعني هذه زي الغابة، هم مسمينها غابة سفينين. هذا الديك الرومي دجاج نعمي مزرعة. تجي تتمشى برجلك هنا، المواصلات هنا ما شاء الله يعني متوفرة بشكل كبير. وقت الصيف هنا تجي في المكان هنا مرة بارد مع الأشجار. هذا الطريق يوديك لين البحر، وهذه الغابة لين حدود البحر. يعني تبغى غابة تبغى البحر تبغى كل شيء موجود هنا ما شاء الله في مدينة لاهاي. هذه يعني المدينة اللي فيها السفارات وفيها الملك وفيها رئاسة الوزراء وفيها كل شيء، تعتبر العاصمة الحقيقية لهولندا.
هولندا، وامستردام هي العاصمة بالاسم. والله تركوها للسياح يعني، ما فيها دوائر حكومية. هذه ألعاب هنا كمان مجانية وسط الحديقة للأطفال وللشباب، مراجيح، كل شيء فيها. تجيب أطفالك هنا وتلعبهم، وفي كل الأحياء السكنية في محل للألعاب يعني ما يخلوه. وهنا في الغابة هذه في الحدائق كلها موجود. إذا تمشي في الغابة هذه تضيع، لأنه كبير، شوارع فيها كثير وممرات، لازم يكون معك الجي بي إس عشان تعرف ترجع. شوف هنا الناس جالسين تشمسوا، تجي تبعد عن المدينة وعن السيارات وعن الضوضاء وانت في وسط المدينة، لأنه يخلوا رئة للمدينة تتنفس فيها. هذه الغابات تقدر يعني تروح تجلس لحالك هنا، تتمدد، تجلس لها يعني تذاكر اللي تبغاه في هذه الغابة. هذه سفارة باكستان، بالله دولة فقيرة معاها سفارة زي كذا بهذا الكبر، فلة قيمتها ملايين، وفي دولة زي هولندا ايش تستفيد منها يعني. هذه سفارة ايطاليا، شوف سفارة باكستان كيف، سفارة ايطاليا كيف. هذه من احدى اقدم الكنائس الموجودة في لاهاي، هذه للبروتستانت الكنيسة، واللي في وسط المدينة للكاثوليك. هذا طريق الملك اسمه كذا، هذا تصير فيه الاحتفالات، ويوم الملك ويوم التنصيب هنا يمر بالعربة تبعه انه يخرج من القصر. هذا القصر القديم الشتوي، والبرلمان الهولندي حاليا، هذا آخر شيء. هذا نصه تحت في الماء. الجو بارد الحين عند النافورة هذه. وهذا مقر البرلمان القديم في لاهاي، وهذا البرلمان الجديد، وهذا القصر القديم الملكي، وهذه النافورة الملكية الملهبة.
هذه بطة صغنونة مع أولادها، شوفوا الأولاد الصغار. طبيعي هذه صيدلية، إذا كانت مسكرة تقدر تاخذ دواك من هنا، تجيب الوصفة وتحطها وتحط البطاقة وتستلم الدواء من الماكينة هذه على طول. هذا رياضة التجديف ما شاء الله. هذه البطات مع بناتها الصغننين، طبيعي هذون البطات لهم حماية خاصة ولهم أرقام لهم كل شيء من الحكومة. هذه بلدية ريزبيك، هي طبيعي هي حي من أحياء لهاي دناخ، وانفصلت صارت بلدية لحالها الحين. هذه جنبنا هنا نروح لها مشي كمان، هذا سبيل. شفت من هنا اللي يطلع الماء.